صباح النور عليكم، كديرين؟ صحة لاباس؟ اخباركم؟ مزيانين هانين؟ اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى. اليوم كباقي النهارات غادي للخدمه، وشوفوا هاد المنظر ديال الشتي وادي زوين بزاف، بغيت نوري لكم كطيح الشتا رقيقة وخفيفة. هانتوما اليوم 2/8، تبارك الله على الشتي، رقيقة زوينة. انت شوفوا انا لابسة هذا. يلا خليكم معنا وما تنسوناش دائما بزر جيم تو بارتاج كومبارتير، المشاركه مع الاهل والاصحاب، واللي مازال مشتركش معنا يشارك معنا. الله خليتكم فهاد البروده هادي، فهاد الراحه المولانا، وهاد ريحه التراب زوينه ديال الشتاء واعره بزاف. خليكم معنا، انا دابا كنتسنى الطوبيس. هاد الشيوا وهاد ريحه التراب، الاخص ريحه التراب ما نقولكمش، كتحمقني ريحه التراب ملي كطيح الشتاء. راكم مجربينها، واعطيك واحد الشعور، واحد الراحه سبحان الله العظيم. غنمشي بعدا، اولا مشيت للقلدر عند صاحبتي عيشه ناخذ البيسي، لانه هاد فيرسيون جديده ما فهمناش بصراحه، كنبغي نتيليشارجيو شي حاجه كتلوحنا شي باج اخرى، كنقلبو نقلبو والو، وبالاخص خفنا لي خسر هذاك الزمر ديال البيسي. دابا غادي نمشي نجيبو عندها، وغادي ندير محمد باش يفورماطيه، وعاودي انصطاليه من جديد. عادك الساعات عاد نمشي للخدمه. دابا غنسنى الطوبيس، وانا الساعة مدرقة في هاد الشجيرة هادي. الشجيرة هادي تبارك الله كبيرة، فينا دايرين اصلا، هما داروها فوق، داروها فوق هاد البرادة باش كيجلسو الناس يتسناو الطوبيس. ها ماشي باش يجلسو الناس يتسناو الطوبيس، لا هنا كدير البرادة اللي كيعيا كيجي يجلس الصراحة هنايا. اللهم صل على حبيبي محمد. إلا شفتو هداك الطوبيس لي كنتسناه هو داك جاي لقلدر. وصلت عند صاحبتي ما لقيتهاش، كنتسناها شي شويه. هذا هو السبيطار ديال الدار، غنتسناها دابا هنا على ما تجي باش نعاود نمشي لاس بالماس. دابا راني جايه نتسنى هيا سي عيسى. هيا وصلت شتي شتي، تبارك الله. خلي الكاميرا، عرفتي شتي تبارك الله، شتي وليت خطا كيخرس فيا مع جا لابسه الملح وشتي. سبحان الله، النهار اللي قلت زعما راه حامل حل بس غالبا حتى بارده، جات الشتا رغنت جفاف قلدر كامله. يلا دابا غادي ناخذ بيتي باش نمشي للطوبيس، عاد نمشي لاس بالماس. يلا خلينا لكم مع الرحمن المولانا، في امان الله. انا وصلت لاس بالماس، دابا غادي نمشي نخلي البيسي عند خويا محمد، عاد نرجع على الطريق هذا الجديد باش نخدم. انا وصلت للخدمه دابا، غنصلي على هادي باش تفتح لي الباب. سي غراسيا يا ستا، نطلع دابا في السانسور ونطلع للدار ونبدا العمل. الله يعاونني ويعاونكم ويعاون جميع أمة سيدنا محمد. الطبقة السابعة، هي الثلاثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. بونجور، أنا درت لنا باش نسلق مقارونة واللوبيا كطيب، ولا سي درت واحد الاكله ديال السنغال، درت الثومه
وبصلة تطحروا ورمت عليهم التون والبزار والملحة ومعين خليل الخل ليسبوت. من بعد غديرها في الخبز وغدير مايونيزة تطيب وغدير المايونيز. يا لسي درت مايونيزة درت المايونيز هانتوما كتشوفو غتخلطو معانا وغدير الخبز. هانتوما عرفتو واحد الكوميدا سينيغال سي لسي وي دي سينيغال وي سي كوميدا دي سينيغال اوكي باموز هادي ساي بابا داساي بنا اليوم عندنا غدا خفيف غنديرو غير مكرون بلا صوص ديك البصله مال الثومه وزيت العود والبزار الملحه كتصدا طالع طريق ديالها مطيش غنحكها واللوبيا كتسلقها للصلاده صافي غندير صلاده خفيفه وليبود الكفته مع مكرون وفرماج اليوم غدا خفيف النوبية بطاقة صبر وعلى مسك ثومة ليه بطاقة مطابو و لاصوص لما تشعر بسطة رفت على الكفتة واحد ملقة صغيرة ونشت ملقة صغيرة في حد كبيرة صاف لمن غادي يطيب لنا هاد الشرمونة اللي هي البصلة وما تشعر الكفته مزيان نخليها ترتاح حتى نبغي نحطها عاد نخلط المكرونيه مع الكفته لاصوص من بعد عندنا الفرماج نديرو التقديم. ها السلطه ديالتي وجدتها عاديه خفيفه وظريفه البطاطا البصله الربيع لوبيا مطيشه الخاص كما تشوفوا خفيفه وظريفه صافي بقى دابا غير نحط لي بات مع الكفته وندير الفرماج. كبيت دابا الكفته على لي بات كنت نخلط لاصوص طوماط والبصله والثومه هكا مزيان دابا غندير على الفرماج غرام ديال الفرماج نزيد شدة التصوير واحد الديد كنصور واحد اليد كنضرب واحد اليد صافي وغادي نحركو دابا كيجي واحد البلا رائع جدا صافي غنحركو دابا من غادي نحطو نوريكم تاني صافي البلا انا حطيتو درت التقديم هذا يلا هاكا نكون سالت معاكم الخدمه ديال اليوم تهلاو فراسكم.